اختفت نور ستارز عن مواقع التواصل الاجتماعي لمدة فاقت الأسبوعين، لترجع من جديد قبل يوم بستوريهات جديدة أعلنت فيها أنها خضعت لعملية جراحية وهذا كان سبب غيابها وطلبت الدعاء من متابعينها. فمن هون بلشت تساؤلات الجمهور حول حقيقة هذه العملية وبلشوا يحطوا افتراضات وتخمينات متنوعة، أكثرها كان خضوع نور ستارز لعملية تجميل لأنفها. فنور ستارز لمحت أنها بتفكر بهالشي لعدة مرات سابقا، فشاركت من قبل ستوري على انستغرام وعلقت هيك حيكون شكلي بعد عملية التجميل. وصرحت نور ستارز بفيديو من فيديوهاتها مع نارين بيوتي في تحدي كاشف الكذب أنها بتفكر بعملية تجميل، هذا غير متابعتها لصفحات دكاترة مختصين بعمليات التجميل على انستغرام. ومع كل ذلك فنسبة ثانية من الجمهور وضعوا احتمال مختلف، واحتمالهم كان عملية لمرض معين. فنور ستارز شاركت مع متابعينها من قبل خبر مرضها ولكن ما حكت عن نوع المرض أو أي تفاصيل ثانية عنه. من بعد ما شاركت كل من أمها وأختها بنين ستوريهات طلبوا فيها الدعاء لنور وأنها عم بتمر بوقت صعب كتير، وهذا كله كان شهر من الآن. فشو رأيكم أنتو بهالموضوع؟ هل نور ستارز تعاني من مرض معين أو مجرد عملية تجميل لأنفها؟ فنور ستارز نشرت ستوري حكت فيه أنها رح تخبرنا بكل شي صار معها بالوقت المناسب مستقبلاً.